الوقفه ديرينا كان المهم كندب واحد ثلاثه ديال المقررات ديال الافراق اللي جات في حق واحد ثلاثه ديال التجار ديال سوق الخشب. وهذا السوق فيه 360 محل. هاد الناس جاوا من 81 باش تاسس هاد السوق، تحولوا من الحبوس ملي بغاو يديروا توسيع على القصر العامر، حولهم سي الملك الحسن الثاني الله يرحمه، تحولوا في 81 عطاوهم ارض عاريه بنوها من الملك ديالهم الخاص، ربطوها بالشبكه ديال الماء والضوء والصرف الصحي، وبقاو كيمارسوا التجاره ديالهم وكيخلصوا الكرا للجماعه. المده تقريبا من 81 حتى ل 2000. 2000 كيظهر واحد الملك كيجي كيقول لك اودي انا راه هاد الارض هادي راه ديالي، ووصلك مسطره ديال دار دعاوي في المحكمه على ان التجار محتلين بدون سند. حنا ما فهمناش، تحولنا بقرار ملكي وبقرارات اداريه، وعندنا وثائق ديالنا كنخلصوا الضرائب، عندنا رخص ديال ممارسه التجاره، عندنا شهادات اداريه، ويعني فهمتي لي روجيس كوميرس وكل شيء، يعني كاي تجاره يعني كتمارس في المغرب. المهم خسرنا واحد ثلاثه الملفات، ربحنا 26 ملف خسرنا ثلاثه. دابا هاد الثلاثه هادو خرجنا فيهم الافراق، هذاك الشيء علاش دايرين هاد الوقفه. نفس دعاوي ديال الاحتلال بدون سند، جا هو شرا، حيت شرا تقريبا واحد 25000 متر، شراها تقريبا بشي 400 مليون، فهمتي بحال شي 20 درهم للمترو، كما كنقولوا حنا جا بحال كنقولوا باللغه الدارجه شرا الهوته، يعني شريتي واحد البلاصه فيها سوق وبغيتي تشوف كيفاش دير باش من بعد من لوبيات العقار اللي المهم اللي كاينين اللي المهم راه موجودين في المغرب مزيان. المهم حنا بدورنا اش درنا؟ وقفنا ضده، ربحنا ديك 26 ملف من غير داك الشيء، قمنا انه بدينا مع التراموي غيدوز هنا وداك الشيء غادا تضرر التجاره ديالنا، فكرنا على انه نلقاو الحلول باش نقترحوها. درنا لقينا واحد الحل على واحد الارض عندنا في مجلس في مقاطعه سباته، دار فيها مقرر على اساس انه الناس يتحولوا تما، وخرج مقرر في سباته الرقم ديالو راه تلقاه في داك البيان الصحفي اللي عطيتك. وحنا اللي كنطالبوا هنا المسؤولين وكاع المتداخلين في هذا الملف يعني يعاونونا ويساعدونا باش نديروا الحل، لان هاد السوق راه كي قلت لك 360 هذا اخر احصاء اللي دار في 99، واش فهمتي ولا شحال هادي؟ ربما يكونوا اكثر، والناس راه عندهم التزامات وغيتشردوا، وخلي العمال عائلات، المهم هاد الظروف الاجتماعيه اللي غيعيشوها الناس، المهم رزق عند الله، ولاني الانسان خصو يكون بعين الاعتبار انه الناس حنا جينا ما يعني ماشي جينا جناش شي سوء نيه، خداو لينا كاين اللي خداو ليه دار ديالو تما فيها 200 متر موبلات ريبوها وعطوه بقعه. التجاره كيف كتمر، كاين شركات كيدخلوا العود من برا وكيدخلوا الحديد من برا، يعني ماشي شي سوق عشوائي ولا شي حاجه، ومعروف سوق راه من اكبر الاسواق ديال الدار البيضاء في بيع الخشب والحديد. شرا ما عرفتش انا من دابا ملي حولونا داروا نزع الملكيه، ديك نزع الملكيه ما عرفناش كيفاش تحيدت، نزع الملكيه على اساس انه يدار سوق. وخرجت يعني سينا فيها عبد الكريم العمراني في ديك المرحله، راه الرقم ديالو تا هو تلقاه في البيان الصحفي، يعني المساطير اللي كدار باش تحوز الدوله شي ارض دارتها السلطات، وجات لهنا وتراسات لينا لا سميتو، كل واحد عطاته البقعه ديالو وبنيناها من مال ديالنا الخاص، ومدونا كما قلت لك بالكهرباء وبالماء وداك الشيء، والناس كتفاجئوا شراها وهذه حقها. كيف واقع في شي بعض راه ما تخفاش في شي مناطق كوريات اللي كيكونوا فيهم دوك البرار كل هذه، كيجي واحد لوبي العقار كيشريه بواحد الثمن بخس كيبغي يخرجهم باش ما بغاو ولا يخلعهم ولا هذه ولا هذه. المهم حنا كما قلت لك كنطالبوا من المتداخلين، لا سلطات لا مجلس المدينه لا مقاطعه الفيدا، انهم يعاونونا. دابا سميتو المقرر ديال سباته راه كاين وخرج شحال هادي، بغيناهم يفعلوه. ما كيطلبوا حتى حاجه، كيطلبوا يديروا لهم واحد الموقع زوين يكون فيه شويه ديال هاك عرفتي، شحال من واحد عايش في هذا السوق، ما يمكنش غنجيو نحيدوا السوق، الناس غتمشي ضحيه، تتفق معايا ولا لا؟ الناس غتمشي ضحيه، يعني وخاصو كل شيء يعيش، يعطيهم بلايص زوينه وقالوا لهم مرحبا. وملكوا ويسجلوا ويحافظوا وياخذوا الملكيه ديالهم، ماشي كل خطره هنا 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 هنا، ما جاتش
واليوم الله يجازيكم بخير، والله يجازي السلطة هي تعاون مع هاد الناس، والجماعة المحلية ديال درب السلطان تعاون مع هاد الناس، وسيدنا الله ينصرو، الله يطول لنا في عمره، والله يخليه هنينا. عيش الملك، عيش الملك، عيش محمد السادس، عيش محمد السادس. هذاك ربوانا، ربوانا هذاك، هو اللي حطم هنا في 83، 83 جو هنا، واللي قال شي حاجة يجي يتواجد معايا وجه في وجه. 83 الحسن الثاني الله يوري برحمة الله، وبقى الخليفة هو محمد السادس، الله يطول لنا في عمره والله ينصرو. هادشي اللي كيطالبوا هاد الناس هي يعطيهم شي بلايصة زوينة فين يعيش كلشي، ياكل خبيز. مشاكل اللي ما عندوش شبك شليط، اللي لاحوا بعيد ما عندوش شبك شليط على شي بشي ديال 4000. ها هو واحد طالب معاه شو غيبسا يصور واحد 100 درهم ولا واحد 70 درهم ولا واحد 80 درهم، كيعيش في هذاك السوق بوليداته بكاري، الله يكون في العون. واليوم اليوم الله يجازيهم بخير، هي لقاو شي حل زوين لهاد الناس.